ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج مراسلونا في الميدان، والذي نتجول فيه في محافظات الوطن كافة عبر شبكة مراسلينا في الميدان لمتابعة آخر التطورات الميدانية ولمعرفة كل ما هو جديد في كل محافظة. أبدأ هذه الحلقة من قطاع غزة، ولكن أرحب بمراسلتنا من القدس المحتلة كريستين رناوي. أرحب أيضا بسامية أبو شرخ من مدينة الخليل. أبدأ من غزة مع مراسلنا محمد أبو حطب. محمد، مرحبا بك معنا. خلاص على ما احنا. محمد، إن كنت تسمعني، إذا أنتقل إلى العاصمة المحتلة معي من هناك مراسلتنا كريستين رناوي، سوف نعاود إلى قطاع غزة. كريستين، مرحبا بك معنا. أنا بك أمل وبكافة المشاهدين. نعم كريستين، ألقي لنا الصورة في مدينة القدس المحتلة، خاصة وأنه المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك. التفاصيل لديك. يعني الاقتحام أمل بداية كان لمقبرة باب الرحمة ولباب الأصوات. اليوم السبت لا يوجد أي اقتحامات لداخل الأقصى المبارك، الاقتحامات هي يومية ما عدا الجمعة والسبت، ولكن في تجاوز خطير وفي اعتداء جديد. المستوطنون قدموا إلى هنا إلى باب الأصوات ومقبرة باب الرحمة، أدوا طقوس وصلوات تلمودية، وذلك في سياق اعتداءاتهم في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل. اليوم أمل ويوم غد الأحد هنالك دعوات للمشاركة في مسيرات فردية ومسيرات جماعية وتكثيف لاقتحامات الأقصى المبارك يوم غد الأحد لإحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. بطبيعة الحال المرجعيات الدينية التي أجرينا معها مقابلات اعتبرت بأن هذه الذكرى هي ذكرى كاذبة، خاصة وأن منذ العام 67 لم يترك الاحتلال وسيلة لإجراء حفريات أسفل الأقصى إلا وجربها، ولم يعثر على أي دليل يعني يؤكد بوجود هيكل في المنطقة، إلا أن الاحتلال يواصل اعتداءاته بحق القدس، يغير الوضع القائم التاريخي والقانوني، يعتدي على زمان ومكان المسلمين وحدهم، وذلك في سياق محاولته تحويل الصراع من سياسي إلى ديني. وبطبيعة الحال نحن في تقريرنا نسلط الضوء على كل هذه الدعوات. تأتي هذه الاعتداءات أمل في ظل أوضاع يسمح لأعضاء الكنيسة اليهود باقتحام الأقصى بعد قرار رئيس حكومة الاحتلال الأخير بالسماح للوزراء ولأعضاء الكنيسة باقتحام الأقصى. تأتي في ظل يحيي أو يستذكر المقدسيون الذكرى الأولى لمعركة البوابات الإلكترونية بعد اعتصام لمدة أسبوعين أفشلوا فيها زرع البوابات الإلكترونية والكاميرات الذكية. يأتي في وقت يستفرد الاحتلال في الأرض ويحاول فرض وقائع جديدة هنا في قلب القدس على عتبات أو في بوابة القدس الشرقية في الخان الأحمر. كل هذا يعني يتابعه المقدسيون بقلق. وبطبيعة الحال نحن في تقريرنا نسلط الضوء على هذه القضية، قضية الدعوات لاقتحام الأقصى وتكثيف الاقتحامات ولفرض وقائع جديدة، خاصة أن الاحتلال يستغل كل المناسبات السياسية والدينية من أجل فرض وقائع جديدة بحق الأقصى والمقدسات في المدينة. هذه صورة الأوضاع. أشير وأذكر إلى أن قضية أو معركة الخان الأحمر لم تنتهي بعد اليوم، وفي سياق الفعاليات المساندة المتواصلة بعد الساعة 5 مساء هنالك زيارة لفعاليات محافظة جنين. كل يوم أمل هنالك زيارة لمحافظة بعينها، بالأمس كانت الكرم، قبلها رام الله. كل يوم هنالك وفود بالمئات لخيمة الإسناد في قلب الخان الأحمر من أجل الإسناد وتعزيز صمود أهالي القرية المهددون بالترحيل والتهجير لصالح المخططات الاستيطانية. أيضا هنالك عمل من أجل عقد قداس إلهي في قلب للمسيحيين بطبيعة الحال في قلب الخان الأحمر. هنالك دعوة لإقامة زفاف، حفل زفاف للبدو في قلب الخان الأحمر. سلسلة فعاليات متواصلة إلى حين البت في هذه القضية،
وأشير وأذكر إلى أن البت في القضية سوف يكون قبل منتصف الشهر المقبل عند موعد الجلسة نعم. التي سوف تبت فيها ما تسمى المحكمة العليا بقضية الخان الأحمر. هذه صورة الأوضاع في قلب القدس وفي بوابتها نعم. الشرقية حيث الخان الأحمر. نعم كريستين ريناوي حدثتنا من القدس المحتلة، أشكرك جزيل الشكر. أنتقل إلى قطاع غزة مجددا، معي من هناك مراسلنا محمد أبو حطب. محمد مرحبا بك من جديد. تحية لك ولجميع المشاهدين. نعم، انقل لنا الصورة في قطاع غزة خاصة بعد إعلان الهدوء الحذر والاتفاق الذي أبرم بين الفصائل والاحتلال بجهود مصرية. نعم، يعني تشيع في هذه الأثناء جماهير شعبنا في محافظتي خان يونس ورفح وغزة كوكبة من الشهداء الذين ارتقوا بالأمس خلال استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي على خلال مشاركتهم في مسيرة العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث أصيب في هذا الاستهداف من قبل الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 مواطن، نقلوا جميعا إلى المشافي لتلقي العلاج. واستكمالا لمسلسل الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية، وعلى الرغم من الحديث عن هدنة وتهدئة بين الجانب الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم واصل قصفه من خلال المدفعية والرشاشات الثقيلة العديد من الأهداف على الشريط الحدودي لقطاع غزة. الجانب الإسرائيلي لم يلتزم حتى اللحظة بهذه التفاهمات والتي جرت بين المقاومة والجانب المصري والجانب الإسرائيلي، هناك انتهاكات واضحة الجانب الإسرائيلي لا يلتزم بها. حتى هذه اللحظة هناك أيضا كان إطلاق نار كثيف في داخل البحر من قبل الزوارق الحربية باتجاه الشواطئ. في هذه اللحظة أيضا طائرات الاستطلاع تجوب أجواء قطاع غزة بشكل مكثف. الجانب الإسرائيلي تعود على الخرق التهدئة، وهو لا يريد اتفاق ملزم، اتفاق وقف اطلاق نار، هو يريد اتفاق شفوي ولا يريد ان يكون هذا اتفاق برعايه دوليه او برعايه اقليميه. حتى هذه اللحظه الاجواء يعني الموقف والتصعيد سيد الموقف. في سياق متصل، سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت مساء الخميس عن الأسير مدحت أبو حطب، والذي أمضى في سجون الاحتلال 14 عاما. كان الجيش الإسرائيلي قد اعتقله قبل الانسحاب من قطاع غزة في مما كان يعرف بحاجز المطاحن شمال مدينة خان يونس. كان هناك استقبال من قبل الفصائل والقوى الوطنية واستقبال حافل لهذا الأسير وأهالي المخيم. في سياق منفصل، ينظم قسم الباطنة في مشفى ناصر بخان يونس المؤتمر الطبي السنوي الثامن، والذي بدأ من أمس الجمعة واستمر لمدة 3 أيام في فندق المشتل شمال غرب مدينة غزة. يشارك فيه أطباء من محليين من قطاع غزة ومن محافظات الضفة ومن الداخل الفلسطيني ومن الولايات المتحدة. هذا المؤتمر يستعرض سبل تطوير القطاع الصحي والنهوض به، والذي عانى من إشكاليات كبيرة ونقص حاد في الإمكانيات والتطوير خلال السنوات الماضية. يعني حتى هذه اللحظة هذه الأجواء في قطاع غزة، التصعيد من قبل الاحتلال والخرق هو سيد الموقف. نعم، إذن مراسلنا محمد أبو حطب حدثنا من قطاع غزة، أشكرك جزيل الشكر. أرحب بمراسلتنا حياة حمدان من مدينة السلام مدينة بيت لحم، ولكن أنتقل إلى مدينة الخليل. معي من هناك مراسلتنا سامية أبو شريخ. سامية مرحبا بك معنا. نعم، مساء الخير لك أمل، ومساء الخير للسادة المشاهدين عبر تلفزيون فلسطين. نعم، انقلي لنا الصورة في محافظة الخليل وأبرز التطورات الميدانية، خاصة وأن جيش الاحتلال ومستوطنيه ما زالوا يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين في عدة محافظات.
نعم، بداية نبدأ هنا حيث أتواجد في قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل. بالأمس قام مجموعة من المستوطنين باقتحام هذه القرية وأدوا صلوات المودية، هذه الصلوات والاستفزازية التي كان بها يقوم بها المستوطنون هنا في سوسيا وأيضا في إم النير في مسافر يطا برفقة جيش الاحتلال. المستوطنين هناك أدوا صلوات المودية ورددوا عبارات عنصرية استفز فيها أهالي هذه الخربة. هذه الخربة كما ترون في الشاشة هي تعاني من مضايقات الاحتلال، ليس فقط الاحتلال، إضافة إلى ذلك وجود المستوطنين العنصريين الذين يقتحمون القرية بين حين وآخر ليؤدوا صلوات المودية ويطلقوا عباراتهم المهددة بطرد هؤلاء المواطنين من أرضهم. هنا الصورة تشبه الصورة في الخان الأحمر، تشبه الصورة في كل المسافر والتجمعات البدوية في فلسطين التي يعاني منها المواطنون من مضايقات الاحتلال في محاولة لسلب أراضيهم وتهجيرهم منها. مقومات الحياة هنا بسيطة، يمنع عليهم البناء دون ترخيص، وأصلا لا يعطى ترخيص للمواطنين هنا. يعيشون حياة صعبة في ظل ظروف الطقس الحارة ووجودهم في مخيمات لا تقيهم من حرارة الصيف وبرد الشتاء. منذ فترة قليلة في الأسبوع الماضي الزميل عزبي بنات عدى تقرير يتحدث عن هدم خلة الضبع أو هدم مدرسة في خلة الضبع. إذن هي سياسة احتلالية ممنهجة تهدف إلى طرد المواطنين من كل المسافر في يطا جنوب الخليل. نتابع أيضا من جانب آخر، بالأمس قام مجموعة من جيش الاحتلال بإغلاق مداخل حي تل رميدة وشارع الشهداء، منع خروج المواطنين ودخولهم فيها. احتجز أيضا المواطن بسام أبو عيشة داخل منزله هو وعائلته. دارت هناك مواجهات خفيفة في منطقة باب الزاوية تحديدا بين قوات الاحتلال والشبان الذين قاموا بإطلاق الشبان أطلقوا الحجارة على الاحتلال الذي قبلهم بذلك بإطلاق نابل بن قنابل الغاز والمسيل للدموع وقنابل الصوتية. لم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع أي حالة أو أي إصابة حتى الآن. ميدانيا نتحدث عن اقتحامات ومداهمات للاحتلال في مدينة الخليل تحديدا، داهم مجموعة من المنازل عاث فيها خرابا وفسادا، من ضمنها منزل المواطن رضوان زياد الذي اعتقله الاحتلال بعد أن داهم منزله وحطم محتوياته ونقله إلى جهة غير معلومة. هذه الصورة حتى الآن من محافظة الخليل. نعم، إذن سامي أبو شريخ حدثتنا من مدينة الخليل، أشكرك جزيل الشكر. أنتقل إلى مدينة بيت لحم، معي من هناك مراسلتنا حياة حمدان. حياة مرحبا بك معنا. أهلا بك زميلتي وبكافة المشاهدين. نبدأ أخبار محافظة بيت لحم لهذا اليوم. وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فإن سلطات الاحتلال أو ما يسمى بالإدارة المدنية قد صادقت على بناء حوالي 20 وحدة استيطانية في البؤرة الاستيطانية المسمى مدساد في الجنوب الشرقي لمحافظة بيت لحم، هذه البؤرة التي يسكنها اليهود المتدينين. حسب الهيئة فإنها تقول الملفت للنظر في هذه الفترة أنه آخر ثلاث مخططات صادقت عليها قوات الاحتلال تستهدف بشكل خاص محافظة بيت لحم والأراضي الشرقية منها، ومصادرة وتوالي لسرقة الأرض الفلسطينية وتنغيص على حياة المواطنين. وأيضا في خبر محلي آخر، اليوم الأسير حسن شوكا يدخل يومه 49 في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري. وقبل أيام قليلة زار محامي نادي الأسير شوكا ووجد بأنه فقد من وزنه حوالي 30 كيلوغرام منذ أن شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام. ويذكر هنا إلى أن الأسير شوكا قدم مجموعه في سجون الاحتلال 12 عاما منها 8 أعوام في الاعتقال الإداري. بالنسبة للأمس الشرطة الفلسطينية وجدت أشتال من المخدرات في منطقة برية بيت لحم وخاصة في قرية الشواورة شرق بيت لحم، وعددها حوالي 500 شتلة يشتبه بأنها شتلة القنبل الهندي المهجن المخدر. وتم التحفظ على هذه المزروعات إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات. وأيضا بالأمس قوات الاحتلال داهمت مدرسة ذكور طقوع الثانوية في جنوب شرق بيت لحم وحاولت خلع أبوابها وتحطيمها، واندلعت مواجهات هناك بين الشبان وقوات الاحتلال الذين أطلقوا خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، لكن
ولكن دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات. هذه هي مجمل الأخبار وأعود لك زميلتي. إذن حياة حمدان حدثتنا من مدينة بيت لحم، أشكرك جزيل الشكر. أنتقل إلى مدينة نابلس، معي من هناك مراسلنا أحمد شاور. أحمد مرحبا بك معنا. مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. نعم أحمد، يعني رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله يفتتح طريق خير بطانة المهددة أراضيها بالمصادرة، ضعنا في صورة التفاصيل. نعم، يعني نحن الآن على الشارع الذي تم افتتاحه قبل قليل، وهو يقع إلى الشرق من بلدة بيت فوريك التي تقع بدورها إلى الشرق من مدينة نابلس. هذه الطريق تم تعبيدها وهي جاهزة للاستخدام للربط بين بلدة بيت فوريك وأيضا خير بطانة التي يهددها الاحتلال دائما، وأيضا قام عديد المرات بهدم بعض البيوت والمساكن التي يسكنونها. إذا هذه الطريق بالإضافة إلى كونها تخدم البنية التحتية وتخدم السكان والمواطنين، هي تعزز من صمود المواطنين في خير بطانة، وأيضا تعزز من تواجدهم في هذه الأرض وتزيد من ثباتهم عليها. هذا الطريق سيؤدي إلى تعزيز أيضا زيارات الأهالي من بلدة بيت فوريك إلى خير بطانة، وبالتالي زيادة التواصل وزيادة المساندة لهذه البلدة، لهذه الخربة التي تعد يعني مكان مستهدف من قبل الاحتلال لما تعرضت له من تهديم، وأيضا يعني ملاحقة دائمة لسكانها الذين يعيشون أصلا في جزء منهم في الكهوف وأيضا في مساكن يعني لا تصلح أيضا للسكن بشكل طبيعي، ولكن مع ذلك يعني هم مصرون على التجذر في هذه الأرض ومصرون على التواجد بشكل دائم في هذه الخربة التي يعيش معظم سكانها على العيش على تربية المراعي وأيضا على الزراعة والعمل. إذا يعني هذه الطريق تم افتتاحها لتعزيز صمود الأهالي في خير بطانة وللترابط بين بلدة بيت فوريك وخير بطانة. افتتحها رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، وأيضا كان في حفل الافتتاح معالي وزير الحكم المحلي وأيضا عطوفة محافظ محافظة نابلس ورئيس بلدية نابلس وحشد كبير من مدراء الأجهزة الأمنية والمواطنين والمؤسسات، كلهم أتوا ليفتتحوا هذه الطريق لما تعني وتمثل من تعزيز صمود أهالي خربة طانة التي يهددها الاحتلال بالمصادرة والهدم بشكل دائم. نعم، إذن أحمد شاور حدثنا من خربة طانة، أشكرك جزيل الشكر. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج مراسلنا في الميدان، والذي تجولنا فيه في عدد من محافظات الوطن لمعرفة كل ما هو جديد للإطلاع على أبرز الأحداث والتطورات في كل محافظة عبر شبكة مراسلينا في الميدان. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.